في كنيسة القديس جورجوس في بلدة حمود بالكرك. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة قداساً إلهياً، سلم خلاله قدس الأب ماركوس مرجي مهامه راعياً لكنيسة حمود، وأوصى سيادته الكاهنة ماركوس بإتمام الخدم الليتورجية ورعاية أبناء الرعية هناك، خاصة في هذه الظروف التي يواجه خلالها المواطن صعوبات مالية ونفسية واجتماعية عديدة. عاون سيادته في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور أبناء الرعية في المنطقة. وقديش دورك مهم إنك تقدر أنت من خلال الليتورجية، من خلال الصلوات، من خلال القداس الإلهي، من خلال الأسرار الإلهية، إنك تنقل هاي النعم لشعب المسيح المؤمن. ما تهتم للعدد، العدد مش مهم عند المسيح. المسيح أجا وطلب الخروف الواحد الضال، يعني النفس الواحدة، والنفس ثمنها دم المسيح، ما في أغلى من النفس واحدة. عشان هيك ما في عدد قليل وكبير، في نفوس اللي المسيح افتداها بدمه الكريم على الصليب، ثمنها غالي لأنه المسيح افتداها بدمه على الصليب. ربنا يعطيك القوة، الحكمة، الصبر والمحبة والتضحية، حتى تقدر أنت وخريتك تخدموا هاي البلدة، ولكن في نفس الوقت أنت مع قدس أبونا الإرشمندريت صابر الرئيس الروحي للمحافظة تقدر انك تكون كمان معاون مع باقي اخوتك الكهنة الموجودين في المحافظة، حتى تكونوا يد واحدة، حتى تقدروا انكم تعملوا ما يمكن عمله من اجل خلاص نفوسكم، خلاص نفوس ابناء الرعية، وترسيخ مؤسساتنا الكنسية في المجتمع الكركي، الاهتمام فيها، الاهتمام في الشبيبة، الاهتمام في مدارس الأحد، الاهتمام في المدرسة، الاهتمام بسيدات الكنيسة، زيارة البيوت، مناولة الشيوخ والشيخات في بيوتهم، وكل الواجبات اللي الله تمنى عليها لمجد اسمه القدوس.